أمه يا أمي يا مصر يا مين بالله جاي ونفسي في الحمام. رمضان لو ما افتكرت إن لك أم أنا زعلان. تاني موصياك تقوم أول ما توصل مصر تنصمد. أقولك إيه على السرعة اللي في مصر يا أمي، حياة بقت سريعة سريعة. طب صدق بالله الظلمة هناك الواحد ما بيشوفش ظلمة، والله ما بيشوف ظلمة، فجأة تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحة الظلمة، ما فيه جنان يا أمي. إيدي كابوس هي. وأنت بقى عامل إيه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، ده أنا جاي بصراحة ناوي أبيع القراطين اللي حيلتني واحتمال أرهن الجمل. تبيع إيه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت الفلوس ايه يا ام؟ بقول لك الحاجه سريعه سريعه. صدق بالله انا في مصر بفك ال 5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يب انت قاضي اللي راكب البطه. بطه ايه وزت ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي، فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده يا لا تكون خلاف، ما هي سريعه. لا يا ام مش للدرجه دي. عيب يا مريت بختك يا ام رمضان تتجوز من ورايا. هم اهل مراتك يفرحوا واني لا؟ اهلها ايه؟ دي مقطوعه من ساجره يا تناهي. لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروحي تروحي يا دنزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي. امسكي يا بت يلا على جوه. اهلا اهلا يا امي. اهلا دار منور. اهلا اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالاتي يعني. موظف بقى. اهلا يا امي. يا بنت يا تفاحه امي جت تعالى عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي. تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره ربنا يخليكي يا حاجه. بس انا بقول يعني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين ياما؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين ياما؟ ايوه افتكرت، شبه البت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر أيوة الله العظيم. بقى ابنك المدرس الفاضل يتجوز الرأس والمسخره والحاجات ده هي ياما. انا بقول شبه. ايوه شبه. ماشي. ايش جاب لجاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن ده كان قطعت وشها يقطع الخميره من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقصه. دي اراء دي اراء. لا وغتتة. ايوه كل الناس تقول غتتة، مكتوب عنها انها غتتة. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. درجات يا رمضان. معلش بس دي اراء دي اراء، ما ينفعش دعوحني. هنفضل في سيرتها السودا ده هي مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اراء اراء. منوره ياما. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي. حاجه بسيطه مش قد المقام، اصلي سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل ده؟ ومين اللي هياكل الاكل ده؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفطوره. فطوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا، ان ما جبت الفطوره لاكون مطلقك ورميكي في الشارع لكلاب السكك تنهش في عظمك. خلاص بعدين بعدين. ماشي. الله الله الله. ما يكلمك يامه. نفسك حلو في الاكل قوي. دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه سبحان الخلاق. فوله واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجلي. خلاص يامه بقى كفايه نسيره الزفره دي، الهي تولع المطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء. ما عليني.